رجعت لكم بعد الفاصل. ما عندكوش فكره يعني كان حطت البيض والبقسماط زروته ازاي، ما قدرتش اعملها قدامكم. قليت السمك اهو، بصوا ما فكش يعني البيض والبقسماط والدقيق بيمسكوا. اهم حاجه ان احنا بنعمل كده وكده في الدقيق وفي البيض والبقسماط عشان ما يفكش مننا. وبيتقلي على نار واطيه جدا، يعني نهدي النار على قد ما نقدر علشان ما يبقاش قلبه ني. انا عندي بقى هنا جمبري وهعمل مكرونه بالجمبري. جبت مكرونه قواقع عشان يعني تليق مع الجمبري. هعمل ايه؟ هجيب شويه مستردة، حبه كويسين يعني، هو ده بيحب المستردة، وهحط حبه صغيره من الكرفس، بقيه الكرفس انا مخليه، وبرده هحط كده نقطة من الليمون، هشيل بقية الليمون للتتبيلة. وممكن ما نحطش ليمون خالص، يعني أنا في الوصفة كاتبة الليمون في التتبيلة في الآخر مش كاتباه هنا، بس أنا طماعة لما بشوف الليمون قدامي بحب أحط شوية. هحط بقى حبة ملح وحبة فلفل وكمون، ملح وفلفل وكمون وبابريكا. البابريكا هنا مع الجمبري بتحليه شويه حلوين. وادي الكمون وادي الفلفل، وهرجعهم واجي اشوف هنعمل ايه. انا مسخنه الطاسه، حط الغطا بس بعيد، هحط فيها حبه زيت وشوية من الزبدة. هنا بقى دي عايزة زبدة لأن كمان هتتحط فيها المكرونة، فبحط حبة كويسين. وهخلط هنا الجمبري مع التوابل ومع المستردة. عايزة بس بصوا الجمبري بقى ما بياخدش وقت خالص، وانا سلقه المكرونه من الاول علشان ايه ما عطلكمش. بصوا هعمل ايه، انا على ما الجمبري هنا يستوي هعمل صوص للسمك اللي قليناه. الصوص ده عباره عن ايه؟ هجيب حته زبده برضو ومعلقه دقيق وكاني بعمل بشاميل، وهقلبهم مع بعض. الجمبري هنا هو على طول مش هيلحق ينزل ميه علشان الحله سخنه قوي. هقلب هنا مع بعض. وخلوا بالكم انا هفكركم الخلطه اللي انا حطيتها في السمك في الاول كانت ايه. انا شوحت على النار بصله مع تومه، وبعدين رحت حاطه معاها الكرفس والفلفل، وحطيت معاها طماطم وحطيت معاها جزر، وسبتها قلبتها شوحتها وسبتها شويه كده شربت ميتها واديتها توابل، وحشيت بيها السمك. بقيتها هقدمه مع السمك، والصوص ده هروح حاطاه فوق السمك. بصوا كاني بعمل بشاميل، يعني لفيت الدقيق اهو، هحط معاه بقى شويه مستردة عشان هو صوص بالزبده والمستردة والليمون. وهجيب حبة ليمون وطبعا لو لقيتها تخينة اخففها بشوية مية. هجيب هنا شوية مية عشان كمان طعم الليمون ما يبقاش زايق قوي، كأني بالظبط زي ما بعمل بشاميل وبقعد اقلب اقلب فيه لحد ما يفكك معايا. هوطي كده عليه وافضل اقلب. بصوا هنا اهوت الجمبري شغال، انا مش عايزه اقلبه علشان ما اهريهوش، سايباه كده اهوت مع نفسه، بس لما حاجه تقع مننا على البوتاجاز على طول كده ننضفها. بصوا كاني معايا صوص بشاميل. هخففه بشوية مية كمان عشان أنا مش عايزة تقيل.
بس كده خلاص هحط عليه ملح وفلفل. عايزين نحط كل التوابل اللي على السمك نحطها، عايزين نحط ملح وفلفل بس، دي حاجه ترجع لنا احنا. خلاص بقى جميل قوي، انا هطفي عليه واحط التوابل بعد ما اطفي. هحط ملح وهحط شوية فلفل، ده كمون يعني، انا قلت انا هكتفي بالملح والفلفل حطيت كمون. هو اصلا محطوط كمون على الخلطة. بس كده خلص معايا الصوص، هجيبه كده على جنب وهشوف بقى الجمبري. بصوا على طول الجمبري لون ازاي. في الوقت ده بقى هحط بقيه الكرفس وهحط الفلفل اللي انا مقطعاه وهحط الطماطم وهقلبهم كده واحط بقى الملح. انا حاطه على الجمبري ملح بس الخضار كده هيحتاج شويه ملح تاني. واحط شويه فلفل لا دول كزبر اهو الفلفل وشويه بابريكا تاني، كل الحاجات اللي احنا حطيناها بس. وهقلب هويا كده خلاص، يعني ده كده مش ناقصه غير ان انا احط له الليمون. الليمون بقى حسب الكميه، من ربع كوبايه في قشره الليمون وقعت. من ربع كوبايه الليمون لنص كوبايه على حسب ما احنا بنحب. هجيب بقى المكرونه مش عايزه اقول لكم الريحه حلوه ازاي. وخلاص كده اهوت وهطفي كده خلصت الاكله بتاعتنا. يعني هي كل الدبكه اللي كانت فيها بس البيض والبقسماط بتاع السمك، هو ده اللي كان عامل قلق جامد. بس هنا كده بقى احاول ايه اغرف. هجيب بقى طبق عظيم كده عشان اغرف فيه مين؟ اغرف فيه المكرونه اللي بالجمبري. مكرونه بقى بالجمبري والفلفل الالوان يعني والطماطم، حاجه عظيمه جدا. هفكركم انا عملت ازاي. انا خدت الجمبري طبعا غسلاه وسايبه حته من الديل وشايله القناه المعويه بتاعته، حطيت عليه مستردة وحطيت عليه التوابل ملح وفلفل وكمون وبابريكا وحطيت عليه نقطة ليمون وقلبتهم في بعض مع حبة كرفس صغيرين مفرومين، وسخنت زيت وزبدة قدحه ورحت حاطاه فيها. لما الجمبري أخد اللون الروز ده كده اللي بياخده الجمبري لما بيتحط على النار، رحت حط عليه الفلفل وحطيت الطماطم وحطيت بقية الكرفس وحطيت بقية عصير الليمون كله. بصوا بقى يعني انا عايزة اظهر الجمبري كده يبقى من على الوش، واحنا بنغرف نحاول نبين كل حاجة في الطبق. عندنا هنا طماطم وعندنا الجمبري والفلفل والمكرونة طبعا، يبقى كل حاجة ظاهرة على الوش في كل مكان في الطبق مش بس على الوش. همسح بقى الطبق وهشيل الحاجات ديت. في هنا شوية ليمونة اخفف بيهم، حرام ما نسيبش اي حاجة. وهقلبهم
اقلب الصوص اللي انا عملته. هجيب بقى الطبق اغرف فيه السمك. طبعا لو في عيدان خله احنا حاطينها فيه، انا مقفله بعيدان خله اسحبها. في انا سحبتها اول ما طلع وفي ما سحبتهاش. هحط الصغننه دي هنا وهجيب بقى بقيه الخلطه اللي اتبقت وهغرفها. معلقة صغيرة كده همشي بخطوط من الصوص كده عليه. الصوص ده بيديله طعم حلو قوي، يعني في ناس كتير بتحب تعصر الليمون على السمك، هنا مش هتحتاج. بس بقى مع شرايح كده هوت من الليمون. ونخلي اندمجت بس في الزواق شوية، فمش بحب اتكلم ساعات كتير وانا بزوق عشان ببقى اسعد جزء ليا في اي طبق ان انا بزوقه يا جماعة، فببقى مش عايزة اتكلم قد ما انا عايزة اعيش معاه. بس كده، ايه رايكم؟ السمك المقلي اللي احنا متعودين عليه دايما عملناه. هجيب بس منديل. عملناه بس بشكل جديد، هو السمك اللي احنا بنجيبه وبنقليه، جبناه وقليناه وحطينا معاه كميه خضار وعملناه بشكل جديد. يا رب تكون وصفاتي عجبتكم، انا بقضي وقت سعيد معاكم، يا رب تكونوا قضيتوا معايا وقت سعيد. ولو عجبتكم وصفاتي زوروا موقعنا واستنوني في حلقه جديده عشان انا دايما مستنياكم. باي باي.